هذا جلال البريك من باريس، وحيكم ويشد على يديكم كالعادة. لاحظت أن هارين اللي جلال البريك اللغة متاعه تحسنت في الفيديوهات، هابت عليا ضغوطات قد ولا الله. يا ولدي يا ولدي حسن من لغتك، راهو ما يجيش، راهو الشعب ما يحبش. ما ينفعش مع الناس هذم. نتفرج قبيله في فيديو في وسط وزارة الميبون ديلو بوزريقة راه في سرمختم والقحبة. انت تزرق لي ميبون يا ديلو، اجا هنا لباريس لما نيك لك عصم ممك الميبونة، نيك بدلاء بدماغ بحال زبور امك البطيخة، ولا كي كعبة الهندي على تيسر ممك القحبة. يا نياك مسيب كلابك تضرب في الـ في الـ في الـ في الجرحى وفي اهالي الجرحى واهل الشهداء. تخيل بروحك راجل ميبون بين عليا في ريزون كي ناكلكم زقكم ممكم القحبة. نياك يا منافقين، وانا اللوم بصراحة وجوني ريانا فوتر على الجرحى اللي عاملين الحي هكا في بالو، شنح عليك اللحية وهالي الشهداء اللي لابسين قرعة فوق روسهم ولا شنو. اخي تو في بالكم توما كي تلبسوا كيك وتوليوا تصليوا صلاة من شوالا باش ولادكم يدخلوا الجنة؟ كي ولادكم مش في الجنة، هم عند ربهم حياة يرزقون. يزون با بزوان دو فو باش تتخونجوا ولا تلبسوا المناظر الحزن والكآبة. تفرحوا لولادكم اللي هما شهداء وتعتزوا بهم. ونحى لكم الديكور الاخواني طمعوكم، قالوا لكم تو كي ناخذوا السلطه صوتوا لنا، تو كي ناخذوا السلطه نتلاقوكم بامور. عملوا لكم مش حاجه، اعطوكم الكلات، اعطوكم الشب ومخ الزب. هذه هي اللغه والمنطق. الشهداء ما حاجتهمش بيكم يا اهالي الشهداء باش يدخلوا الجنه، حاجتهم بحاجه بركه، تاخذوا لهم ابثارهم، تاخذوا لهم ابثارهم اللي قتلوهم وذبحوهم، تاخذوا لهم ابثارهم المجرمين اللي ركبوا على الثوره واللي باعوا بني شعلاء شرف تونس لبلدان الخليج بطم تميمها. المطلوب اليوم مرة أخرى، هذا هو تو الكلام، الانتخابات ولمذهب الرتسة متاع أبوهم الكلب، الإطاحة بهذا النظام المجرم العميل المتواصل المتصهين بل الصهيوني. يا ود القحبة يا حمادي جبالي ويا ديلو ويا مورو، ما مورو متاع زب يحشي فيه في التلفزة يقول حاجة ومع وجدي غنيه بني شعلاء فرشته فيه كي يتكلم كالسفج فرد منطق وقال لك ختان النساء مكرم على النساء. يعطي قصة في زبك اللي تصورت به ابن شولا في البيرو متاعك تنكح في جارية يود القحبة ومسيب على زبوبنا لحدك شنو مؤمن بالله. تيني كمك الحكومة ذي الإسلامية متاع الزبية ذي عمتكم حاجة يا هالي الشهداء، عطتكم العصبة انتوما اللي سقيكم مخصوصة بالكرتوش ابن شولا متاع البجرمة وقتلت الارواح، عطاوكم حاجة عطاوكم كانت رايحة تحلوكم قدوراتكم. تو هزوا بني شوالا روسكم، عادش تمشيو للمقرات نتاع الوزارات نتاع الزبي هذيا، امشيو لك القحبة التلفزة اللاوطنية ونيكولها زب ورمى باش تعديكم في التلفزة وتحكيو شكون اللي ضرب عليكم الكرتوش، شكون اللي ما يحبش يعطيكم فلوسكم وحقوقكم، شكون اللي يعطيكم في بطاقة فقر وبطاقة معالجة. لا جاي لساسيو عن زب ورمى امك القحبة يا حكومة العار يا ميبونة. الكلام الباهي ما فيش مع زب ورمكم. وكل عادة زيد وكره زبي، وانت يا سمير الوافي متاع زبي ويا معزب الغربية انا تخرولي فيه، انا الشارع متاع الشعب التونسي يحبني. علاش؟ لاني منه اليه. وكي نرجع نتكلم لغة المبنى بتاعك بتاع بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وسبحان الله، ما يحب زبي حد، لانه الشعب متاعنا يكره زب ورم النفاق. ومرة أخرى يا أهالي الشهداء وسورتو النساء، نحيوك الخمارات نتاع ولي الله، وأنتم يا جرح نحيوك الحي، تقول لكم إخوانجية بالحرم سهل السامع مانيش باش نغزلكم. برافو اللي عملتوه بالتونس وكل شيء، أما نحى لكم الحي نتاع ولي الله، اللي شدوا التلفزة القحبة هذيك نتاع الوطنية، وأفرضوا عليها ولا ادخلوا لها بني شعلاء، ووريوا للشعب الحقيقة اللي قاعد صار فيكم الحكومة الإسلامية نتاع الزبي. سلام على شعبنا ونال ثورة حتى النصر. هذا جلال بن علي بن محمد بريك، روحوا شعب تونس يحييكم ويشدوا على ديكم ويتبول على قطر ومن يسكن قطر تحتها وفوقها. سلام عليكم.